السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا متابعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى الاشتراك واللايك، وحياك الله بالسناب يوميات إن شاء الله راح تعجبك، فورش ما ورش أكثرها ما ينزل في اليوتيوب. اليوم معنا لكم سيارة جديدة أو فيديو جديد وسيارة جديدة، وبإذن الله نبي نعطيكم فيها كم جزء إلى أن نقول تم البيع. عاد ما ندري متى البيع، بس إن شاء الله نبي نقول بها كلها. السيارة طبعا جومس موديل 1997، مكينة بخاخ، قطع 10 بدون دبل، قطع 10 بدون دبل. شوفون الشكل شوي كأنه مصمم في الشوب، غريب ولا؟ لأنه بدون دبل. السيارة هذه تقريبا شريتها من واحد من الربع، كان ناوي يجددها وباعني والله بأغراضها وخذتها منه، وباقي فيها بعض الأغراض اللي ما شراها وراح أشريها بإذن الله. ونشوف الفيديوهات أنا وياكم جميع، وراح أقرب لكم الكاميرا ونشوف السيارة قبل، واشرح لكم بعض الاشياء اللي راح نغيرها. وشوفوا ما شاء الله الموقع، انا والله دائما احاول اني اغير موقع التصوير، احطكم في شيء يغير الجو عليكم، نلطف عليكم. فراح باذن الله اصور لكم الان السياره من قريب وراح نشوفها. ويا هلا والله ومسهلا بالجميع. شوف البط، شوف البط، قبل نسينا الجمس، كانك مره في عدنا ولينا. ها هذا هو الجمس ما شاء الله، لا اله الا الله. طبعا الموتر مكينة بخاخ زي ما ذكرت لكم ما شاء الله، وغير اوتو. نصور لكم الداخلية من البداية. طبعا الداخلية تشوفونها ما شاء الله تبارك الله، هذا راح ندور زيه عسانا نحصل، فاللي يخبر ولا شيء يفيدني بالردود او يتواصل معي وكل مشاكرين. عندنا المرتبة هذه جبنا له مراتب صالون ملكي اللي تكون مرتبتين وفي النص تكاية، بإذن الله راح تشال المرتبة هذه اللي كان حق الدتسن تبي تنشال. الطبلون غير خوي الاول، المسجل غيره لكن ما في فائده باذن الله راح ارسل في الطايف. الشماسات هذه اللي جايه كذا اللي يعني ممكن تصل اللي بوافيك على الخط نبي نضبطها، يعني الداخليه باذن الله كلها نبي نضبطها باذن الله من الالف الى الياء. شوف الكبوت نبي نفتح لكم ما شاء الله. هذه السياره مغيره جنوط راعي الاول، كان على جنوط حديد. هذه الوجهيه موجود عندي وجهيه في المستودع راح تشوفونها في فيديوهات بعد شوي، مع صدام كامل كل شيء. وجهية 97 اللي هو الملكي، بسم الله لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله. ترى البعض منكم بيجي بيقول إنه مو بخاخ، لا بخاخ الموتر 5700 ممكن تفورتك. السيارة حاليا مكيفة شغال ما شاء الله ثلج، يعني الحمد لله هذا ريحنا على جنب. السيارة فيها تفتفة وفيها كتمة، حنا نمشي مرحلة مرحلة عشان خلص. راعيها الأول ركب لها سلك بواجي وبواجي وصفاية بنزيم وطرمبة بنزيم حقت لاند كروزر دينسو، بس ما زال الموتر فيه كتمة. فحصت بالكمبيوتر انا واحد من ربع طلع لنا حساس الهواء اللي تشوفونه هذا، وطلع لنا حساس شو اسمه الكرنك العمود. يعني مسألة شوي صعبة بيني وبينكم، ما القى الحساسات جديدة يعني مرة، هو 97 بدا يروح يعني عليه وقت كثير. فالان انا قاعد اطور هذا، اخذته من التشليح، تبي تشوفون الفيديو ينزل لكم باذن الله. ولا يعني ما اعطانا مره. الاشكاليه الكبيره انها يعني مو بشيء واحد خارب، اشياء كثيره. يعني لو حساس الهواء ركبنا انتهينا، بس عندك الكرنك، ممكن اذا ركبنا الكرنك ما يزين يصير سلك، يمكن يعني شغله طويله صراحه مره مره مره، لكن ربنا يسهلها. انا بيني وبينكم ابي الموتر يكون صافي، الموتر هو صافي حاليا لكن في كتمه مع الدعسه. شوف السياره هنا، الراعي الاول فك الجمحيات اللي عليه، يقول ان القطع 10 اصلا هذا ما يجي، فانا ما ادري عاد اركب ولا مع الرش ألطسها. فيها العفط هذا زي ما تشوفونه، يعني الجهة اليمنى صراحة مي بزينة، فيها الدحجة في الباب هنا، وهنا عندك كتبة 1500، وهنا في الصندوق خلنا نوريكم هنا أو مقبول، هذا هو صندوق الموتر. بين الطرم بتخرب كل خمس دقائق، رأي الأول حاط لفتحة في الصندوق هنا، فعلا طفت علي ذاك اليوم فتحت الغطاء هذا اللي مسس الكوزان، لكن أبقى أنهي موضوع بإذن الله. وزي ما تشوفون ما شاء الله، ما يحتاج اقول لكم والله هدر ليك ولا شيء، وهو الحال ينفتح بس اخر يدك. اوف والله الثقل ما شاء الله تبارك الله، كيف الواحه. هذا هو الموتر مبدئيا، وهذه معلوماته هنا، في المعلومات اللي هنا الاستيكر، وزن السياره وبعض الاشياء. شوفوا من هنا، هذا عفريته واغراضه، طبعا استبنه موجوده. السيارة بيني وبينكم ما لها صوت أبد جمس، فالموضوع هذا مضايقني، راح إن شاء الله أركب له دبة وأشوف له وضع عادي. أنا تراودني نفسي يعني ما أدري الصراحة، بشوف المكينة هذه أداءها، هي ما شاء الله الآن كويسة، لكن أبى أشوف إذا
موضوع الاس 1 ما يكلفني كثير، يمكن اركب على الاس 1 واركب الهدرز مره واحده، بس حاليا راح احط لي دبه مؤقته بس توسع صدري حاليا. اشغل لكم الموتر نشوف. بسم الله ما شاء الله، ما في صوت جمس يعني، هذا اللي مضيق صدري. والله بزين الدبه اليوم قبل باتر. بسم الله، شفتوا ليش طفى؟ طرمبه البنزين او حساس الكرنك او حساس الهواء، يعني احتمالات كثيره. واقرب ماله بعديه فيه الرجليتر حق الهواء حق البنزين الراجع، اقرب ماله انه مفتوح. يعني الصدق عندك مسألة كثيرة راح نمشي عليها، هذه تتعب صراحة مرة في التفتفة او في الحرارة. اذا جاك شيء اشياء اكثر من شيء خارب مشكلة. هذا المكيف ما شاء الله شغال، ما شاء الله بارد مرة يعني صراحة. والله ما اخفيكم عندي ابرد من فورشنر، حول ما اقول لكم هو المازدا واحد اللي معي. هذه السيارة شفتوها وراح تبي تشوفون باذن الله الفروقات قبل وبعد، راح نتحفكم. تشوفون اللمبه هذه ما شاء الله تولع، ولها ضغط هناك، هذه على نظام الوكاله يعني ما بعد زينت لها سلك مفصول. الاسطبات مغيرها رأي، حط جديده معي والله غلاب، والله معطيني اياها كثيره. فاعجبني الموتر صراحه، هو صح ان سن حق حياله شوي، ذكرت مسلسل حياله. ما شاء الله عزمه جميل، شوفوا ما له صوت مره يعني ترى عليه، ما له صوت ابد، ما له الا صوت مروحه تسمعها كما معك سياره عسكري. لكن باذن الله راح نضبط الجمس من والى، وتراودني نفسي اني اغير اللون او ما اغيره، احطه اسود او احطه لونين او اخلي نفس اللون هذا، بس يكون مرتب الموتر ولمعته حلوه ووقفته زين وصندوق معدل. ترى كراسي شوي لك عليها ايه، ونوريكم. هذه الواحه طبعا، هذه بير محفوره بوكلين عندنا بالقصب، وتطلع يعني المويه قريبه هنا تقريبا، القصب على المشاش هذه كلها المياه فيها قريبه باذن الله. عاد راح نكمل لكم الفيديوهات، عاد ما ادري الله يكفينا الشر، الجمس مطيح ما ادري بقى ورقه من هنا ولا بقى لا بيتعلق، لازم ادق جريوس الله ما يطلعني انا ذا الجمس. عاد بنسوي لكم تسارع بسيط قبل التصفيه، الموتر 5700 بخاخ وفي كتمه الان، وتبي تشوفونها بعيونكم. بسم الله ما شاء الله، شفتوا الكتمة؟ في كتمة الموتر، لكن إن شاء الله راح نصور لكم بعدين. يعني شوفوا على كتمته ما شاء الله في عزم جميل، أنا معجبني صراحة. طبعاً يحق له خفيف نفس، لا دبل ولا ورا شيء وصندوق صغير، لكن إن شاء الله عاد بظبط الكتمة وظبط أموره، وراح تشوفون فرق العزم. تبي تشوفون فرق العزم بقوة بإذن الله. هذه هي المراتب، اشترينا حق صالون ملكي مرتبتين ويجي فيه تكاية بالنص. راح نشيل ان شاء الله المرتبة اللي موجودة ونحط هذول بإذن الله. طبعا هذا هو الصدام الأمامي حق 97، لأن الموتر هو 97 بس اللي عليه الآن مو ب 97، وجهه أقدم شوي ما أدري كم موديل بالضبط. بالنسبة لهذه الأغراض طبعا هذا شبك، وهذه اللحية اللي تحت، هذه قزازة فصال خلفية تشوفونها، هذه الأزياق النيكل والأركان حقت الأنوار، ومع أغراض عاد كثير إن شاء الله راح تشوفونها خطوة خطوة بإذن الله. طبعا عندنا الكتمة، السيارة فيها كتمة، فحصتها بالكمبيوتر وقال لي الحساس حق الهواء إنه من السلك حقه. الآن عند الكهربائي بس نشوف شو الأمور. طبعا السيارة فيها كتمة بسيطة، علما إنه مغير اسلاك البواجي، مغير الصفاية، مغير الطرمبة. يلا ابو عزوز، هلا هلا والله حبيبي، والله مرحبتين. هذا الحساس اللي شريناه اليوم، هذا المنظف جونا ان شاء الله بنبقى. الله يطرح البركة، امين كود ان شاء الله يصير مزبوط. مجدوع في رفع في ورشة الظاهر له 30 سنة ناسينه. طبعا زي ما ذكرت لكم عندي الاشكاليه الان حساس الهواء وحساس الكرنك. طبعا مبدئيا ما راح ابدل، نبي نطلع الحساس وننظفه بهذا اللي كيمولي نشوف، على اني انا ما اتوقع انه بزين لكن بجرب، مو بضرني انا بخلي تبديل اخر شيء. هذا هو حساس الكرنك زي ما تشوفونه تحت البكره، لا نطلع فيشه، وهذا هو الحساس. عاد ان شاء الله نطلعه، لعل ان شاء الله ينظف، لانه مطلع لنا بالكمبيوتر ان في مشكله. هذا هو الحساس بعد ما طلعناه، طبعا اعطينا كم بخه بالبخاخ. مشتاق يا فريد يجي كويس ان شاء الله.
ولا ندري عن طريقتنا صحيحة ولا لا، لكن إن شاء الله ما عليه. نبي نجرب نشوف. ها فريد شوف ايش لقينا يا شباب. شوف هزل شو جوا معجون يجي. مفتاح لا يدخل. دقيقة آخر شوية جوال. شوفوا هذا حصلناه معجون يقول جوا إنه ساد على الحساس. حساس يجي وهو قدام. ما يقرأ. بسبة هذا عاد نبي إن شاء الله ننظفه ونشوف. طبعا اليوم في التشليح نبي ناخذ الفيش حق الحساس اللي هو هذا اللي مكسور عندي الكلبسه حقته. حصلته تقريبا ب 120. صدق ان المواتر يعني بشكل عام كله يعني الموتر ممكن ما يسوى له 1000 ريال، لكن عاد مضطرين. وزي ما تشوفون هذا هو الفيش حق الحساس اللي عندي منكسر الكلبسه هذه، فصاير عندي ما يركب زين وتعبني صراحه. حتى اسلاك مين مضبوطه ذاك الاول من هنا المشابك، قلنا عصفورين بحجر عاد نركبه ان شاء الله. هلا وسهلا حياكم الله. زي ما تشوفون خلوا بقول لك الكشاف دقيقه، هذا الحساس القديم هذا اللي ركبنا حساس. المشكله الحين عندنا في الفيش حقه كان في مشكلتين، المشكله الاولى ان سلكه منجرح، والمشكله الثانيه الكلبسه منكسره اللي هي هذه، يعني اذا ركب هنا ما يقفل صاير يلعب مع المطبات. عاد ان شاء الله اليوم نبي نركب الجديد اللي هو جبناه من التشليح، وبعدين مره انا بجيب السياره لابو عزوز بعدين ان شاء الله عشان نركب المراتب والامور، وراح نتبع كل اللي طالع من الظفيره. تعرفون يعني الجموس حتى السيارات الجديده بها الجموس كل فتره لازم يجددون سلاكها او الجراجير حقتها من الحراره، فما بالك من 97 يعني اهقل ان الدعوه راح فيها. طبعا هذا هو الفيش اللي جبناه، وهذا القديم نبي نقصه ونظبط الدعوة. المفروض يا شباب ان احنا نمشي مع الجرجور الين يوصل الكمبيوتر، بس عاد رفيدكم تحيم فيها عجله. ابركب هذا اليوم ان شاء الله، وبعدين ان شاء الله جبت الموتر زي ما قلت لكم نبي نتبع كل الجراجير وقشان اللي جاي من هنا نشوفه باذن الله. وهذا ابو عزوز حبيبنا ما شاء الله. هذا هو بعد العزل طبعا تشوفون على اللحام ما شاء الله تبارك الله. انا الحين يلبس بالجرجور نفس شد البلد. عزل انك يا ابو عزوز ما شاء الله عليك بتاع كله الله يسعدك ويعافيك. في نقطة من ناحية الجراجير يا ابو راشد. ايه. شوف الجرجور هذا. ايه. هذا لو بتحطه الحين كذا. ايه. بيقعد لك تقريبا 6 شهور. ايوه. 7 شهور ثم تتقطع. وش الحل؟ لازم تلبس التيب. إذا لبست التيب خلاص الحين ناظر الجموس الجديدة. ايه. دايم تجينا ظفيرتك كلها متقطعة زي كذا. فعلا أنا أشوفهم توقعنا. خلاص. لكن الحين إذا حطيت عليه التيب إن شاء الله على ما قال. حامي. عمر ما عاد تدري عنه. زين الحمد لله. معلومة طيبة. من وجه طيب. الله يطيب اياك. يا رب. ما جاز لك بعزو السلك الثاني ذا؟ لا ناظر. قال بفك ماني ملبسه جرجور بفك. شفت شلون؟ ناظر لا لحام ولا شيء تشوف. على طول كذا بس. اي. هذا جاي حق المكيف اللي جاي مع الهواء. اي هذا الحين يطول العمر بالفك واللحمه وركبها رايكه ثم عاد نغطيه بجرجور كامل. كويس. تمام. الله العافيه. الله يعافيك. الفك نسوي لحام ثاقب. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذا الشغل الجديد وهذا الفيش الجديد ركب ما شاء الله من ابدع ما يكون، وعزلنا هذول كلهن. وللمعلوميه هذه من نصيحه من ابو عزوز رايها الورشه، يقول يجوني جموس كثيره جديده، اي واحد معه جموس تو شاري جديد يشرطن اللي هي الجراجير كل ابوها نفس شغلنا هذا. اكيد ما يحتاج مني اعلمكم بس يعني للتذكير، ممكن البعض ما يعرف. لان احنا نشوف مقاطع وحقين اللي هو يمدون الكهرباء بالسيارات دائما يجيهم جموس تلقى موديل 2014 الظفيره مثلا متاكله مع الحراره بسبه الجرجور. حطوا عليها اشترطون باذن الله ان اموركم في السليم. راح نشغل بعد ما ركبنا الفيش نشوف. بسم الله ما شاء الله. عاد ان شاء الله راح نشوف اللي هي طرمبة البنزين نمشي مرحلة مرحلة. الديلكو عندي يبي مني فرة فرة بس تكون بالشرارة موزونة،
الآن الكتمة إن شاء الله خلصت 80% الحمد لله. وش أسبابها؟ كان عندنا الفيش اللي هو حق الهواء الحساس الهواء، كان عندنا اللي هو حساس الكرنك نظفناه وخرنا المعجون اللي شفتوه، والديلكو. الديلكو تقريبا هو 60% من الكتمة، الكتمة جاية من الديلكو 60% أكثر شيء الديلكو. والديلكو يبيله وزن صراحة، أنا أمس فريته فر مبدئي بس تغير مع الموتر واجد، فيبيله اللي هو وزنه بالشرارة. وإن شاء الله عاد نصور لكم ونغطيكم كل شيء بإذن الله. يا هلا وسهلا، اليوم بالدوادمي. طبعا مرت شاليح، بمرت شاليح بإذن الله، وبمر المعارض وبعض القطع الغيار. ما عندي شيء واضح بس كنت بروح أتمشى وأشوف ممكن في شيء أشوفه أبغاه ولا. الدوادمي بالنسبة يعني أخف اللي من الجاية للرياض. الرياض بعد عنا تقريبا 130 كيلو، الدوادمي تقريبا 100. قلت أبجي أشوف منها وأغير، لأن الرياض مش عارف إن يوم سبت الله المستعان زحمات وغثاء وقروشة، ما يمديك تصل الحياة اللي هم مسكرين. عاد قلنا نبي نشوف الدوادمي مش فيها ما فيها، ونصور لكم بعض الأشياء اللي نقدر عليها. هذا أول تشليح دخلناه في الدوادمي. قلت والله عنده جموس عنده صوالين، بس أنا ودي بصحن أبغى المساكة حقت الباب، لأن الباب عندي درايش هندل كل الصوالين تجي كهرب، أنا أبغى المساكة حقت اللي تجي كذا. أبغى أحول رجلين أشوف شو الوضع. هذا جمس والله لو احتمي بشينه اللي 59، أنا أبغى اللي زي هذه بس ماش بابه مختلف عن بابي. في هناك صوالين بروح أناظرها، هذا صارون أنت مريت من عنده الاثنين، نبي نشوف. عاد أنا والله زي ما قلت لكم ما عنديش، بس والله أنا جاينا بنابرة تطقص موطن عن الدوادمي، ونغير شوي عن أجواء الحاير وما الحاير. هذا الصالون مو بنفس مكينة موتري، هذا الظهر 454 و93 وفيها اللي تجي مكينة حلاب، مو هو بخاخ، هذا مختلف تماما عن موتري. هذا حتى الداخلية بعد والله عندهم جموس هنا كثيرة اللي هي الصوالين. الداخلي هذا اللي يطبلونه مربع، يبي لنا تشليح فيه جموس صحن، ما نبي الصوالين، لان الصالون مو بنفس المساكه ابد، ولا يجي صالون درايش هندل. بس عاد قلت بشوف ذول يمكن شيء يعجبني. والله المواتر توسع الصدر ولا عندي يا الربع. هذا نفس مكينه موتري بالضبط اللي هي الفورتك، هذه 350. وش اللي نحتاجه؟ حساس الهواء وخذناه قضينا منه. بس بسأل أشوف كم هو بها. والله ذي فيها أغراضه، فيه مو بهوية مو بهوية. شوف داخلية شو وضعه، شوف هو ذا الكفر اللي فوق. بالنسبة لحساس القربة قال لي أول شيء ب200 ثم 180 ثم 150. انا صدق مالي فيه لاني شاري، بس قلت عاد انا من زود ذا قلت تبي ب50 ولا بصرك؟ قلت له اعطني ب50 خليني اخذ احتياط. قال لا، وانا هقلني لو يصامل فيه ب50 انا ما صمت اصلا. المواتر نصد يعني شو بعلمكم؟ اذا جيت لاكثر من تشليح فصير متنافسين، دائما الكثره تصير فيها فائده للزبون. يعني لو تجي المحله جنب بعض فيه منافسه تروح عليك، بس لو ما هنا الا تشليح في ديت وحده ما فيه الا هو، الله تشوف انواع الاسعار مبالغ فيها مره، ولا عندك فيك يقول تبي ولا ضف وجهك. لكن زين ساعد الصدر التمشي والمناظر. هذا تشليحنا هقن عند اللي نبي. مشكلة شاليح ومساحته كبيرة، ما يمديك يعني تويد تناظر بالموتر من بعيد. وقضينا يا الله تدخل ولا انت محول على رجليك ما فيك شدة، خلت تدور ما تلقى الموتر اللي تبيه. لكن قلنا ادخل بس بالموتر على ان والله من الحصى ومن هلا والله بالجمس. انا بري لمحت كابرس هناك هقيتني في جموس قديمه، وفعلا هقوتي الظاهر في مكانها. مره ماني موقف الا عند باب الجمس، يا تعلقنا لنا في دفرنس الله يستر.
شوف الكابس القديم هذا اللي شد انتباهي. هلقى في جموس قديمه هنا. بسم الله توكم كابس البوكس. جاني رائد تشليح تو السوداني، هاي هاي قلت وش عندك؟ قال وش تبي؟ قلت عندكم جمس ما جمس؟ قال لا والله. قلت غريبه وش عندك يعني حريص تنادي في العاده انت اللي انا اللي اناديهم. قال اشوفك تصور. قلت طيب شو المشكله؟ قال ما ادري كان سياره عندك مسروقه ولا شيء، الرجال مختبص. قلت لا يا حبيبي انا والله جايين ادور لي موت، انا بعد ما امشي في تشاليحكم على رجليني قصرت. ما ادري يعني اللي معه موتر مسروق لا يدخل التشليح يصور ولا وش الوضع ولا والله اني ما ادري. عاد انا لو عندي موتر مسروق وجيت ادور في التشاليح الدوادمي الله اللي ما فضيت. عسى يدور الحين شو اسمه ذا القطعه اللي انا بيها. وبس وصف لي والله بن الاجواد محل قال تبي تلقى عنده. بدا يدور لي انا وش جابني هنا الحين. بس قلت بختم هذه شن في الخاطر. الا الا بدت تكثر الجموس، بدينا نوصل وصف السوداني. اوب 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 وش ذا الورشه كلها؟ هذه السعيدان اسمه. بس ماش جموس كلها قديمتن معي صوالين وش ذا علم الموت في الميقات. ترى تسلم من اول الميقات كله جموس ناس يوم تروح مكه ولا واحد صحن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو مغضوب علينا ولا وش السالفه؟ كل ذي جموس ولا واحد صحن؟ لا الدعوة فيها إن لو فيه لفة من هنا، فيه لفة فيه لفة فيه لفة. السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ الحمد لله. حبيبي في عندك جمس صندوق 97؟ لا صندوق ما في. مرة كله صالون؟ إيه صندوق ما في. أفا طبعا الحين جاي مع الرجال. تشليح هذا كل أبوه أمريكي، ما في شيء ياباني ابدا مره. شو ودانا ذا لمه قطع حطم ذا الكابرس سلم او بنتي هكذا لوكم مليان تن. هذا كله يمكن 90 واحد 90 اللي جوا ذا. هذا سياره ولا مستودع؟ هذا هو موبيل سياره ولا ايش؟ لا لا سياره هذا ركبي يسكري صح والله المستودع امحق. واو شوف عندنا هذا الكار ولا من الحار وش ذا؟ تحنفكها منه موتر نشوفه. هذا طبلون درسون في كله في طبلون في كمبيوتر مراوي